دكتور، في اخ سائل بيقول ان هو بيعمل في مكه المكرمه وهو عايز يحج هذا العام، ولكن بسبب ظروف وضغط العمل لن يستطيع المبيت في منى ايام التشريق، فهل يجوز له ان هو يرمي بدون مبيت؟ وهل يجوز التوكيل شخص اخر، يعني نظرا لانه ليس معه تصريح للحج فيوكل شخص اخر يرمي عنه الجمرات ام لا؟ المبيت بمنى، اخ طارق حبيبي، ليس ركنا من اركان الحج، انما هو واجب من الواجبات. هناك فرق بين الركن والواجب. الركن لا يتم الشيء الا به، مثل قرب عرفه، ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال الحج عرفه. فلذلك من فاته قرب عرفه في اي لحظه، من اللحظات، من فجر يوم 9 ذي الحجة إلى فجر يوم 10 ذي الحجة، من فاته الوقوف هذه الفترة كلها 24 ساعة دي أخي طارق. أي نعم. 24 ساعة. الوقوف بعرفات زمانه من فجر يوم 9 ذي الحجة إلى فجر يوم 10 ذي الحجة. من الفجر إلى الفجر طول، يعني مش من الفجر، للمغرب. لا لا، خلي بالك، من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر. نعم. المدة الزمنية دي كلها مساحة لتحقيق ركن الحج الوقوف بعرفة. لكن مسألة بقى الجمع بين الليل والنهار ده واجب. يعني ايه؟ يعني واحد وصل الى عرفات قبل غروب الشمس يوم 9 ذي الحجة، قبل غروب الشمس، هل ينزل؟ لا. هو كده حقق الركن، صح حجه، لكن بقي عليه الواجب. ما هو الواجب؟ انه يجمع بين الليل والنهار، فيظل واقف على عرفات الى ان تغرب الشمس يوم 9 ذي الحجه. لما تغرب الشمس يبدا يتحرك من عرفه الى المزدلفه الى منى وكذا. يبقى بذلك يكون حقق الركن وحقق الواجب. اي نعم. واكد واقرر، الركن في الوقوف بعرفه ان يقف الحاج في اي لحظات من ليل او نهار من يوم من فجر 9 ذي الحجه الى فجر 10 ذي الحجه، اي وقت. والحديث في ذلك الثابت الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام، من الرسول صلى فجر، الرسول عليه الصلاه والسلام صلى فجر يوم العيد بالمزدلفه اخي طارق. اي نعم. صلى فجر عرفه يوم، عفوا، صلى فجر العيد يوم النحر يوم 10 ذي الحجه. واتاه اعرابي قال انه لم يضع جبلا، ولا سهلا ولا ودين الا قطعه وامضى بعيره، فهل تم حجه؟ قال من صلى معنا، هذا في جمعة، يعني صلى الفجر في المزدلفة. أيوة. في المزدلفة ووقف بذلك بعرفة ليلا أو نهارا. نصر حسه هو ووقف قبل ذلك، يعني قبل فجر يوم، يوم النحر، يوم 10، يوم العيد. أيوة. أول يوم العيد. من صلى صلاة نهاري اللي هي فجر، يوم العيد بجمعة، أي مزدلفة، من أسماء، المزدلفة جمعة. طيب. ووقف قبل ذلك، يعني قبل عيد يوم النحر، وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. ما شاء الله. يبقى ركن، لكن وبذلك يبقى تم الركن. الواجب بقى أن يجمع بين الليل والنهار. ولذلك نفرض واحد يعني شد الرحال إلى عرفات ولم يتمكن من الوصول إلى عرفات إلا بعد غروب الشمس، ودخلت ليلة العيد، ومع ذلك تمكن من الوصول إلى جبل عرفات قبل طلوع فجر يوم العيد. أيوة. تحقق الركن. الحمد لله. الرسول قال فيه الحج عرفة، تحقق الركن. وفاته الواجب، ممكن الواجب يكبر بدم، يذبح شاء، وبالتالي صح حجه تمام إن شاء الله، لأنه حقق الركن بالوقوف ليلا نهارا، وفوات الجمع بين الليل والنهار يكبر بدم ويكون حجه تماما صائم إن شاء الله، سبحانه وتعالى. إن شاء الله. إذا قلنا بقى إن المبيت بنا واجب وليس ركنا، كيف يتحقق هذا الواجب؟ لو أنه أمضى معظم الوقت، معظم الليل، يعني مثلا من غروب الشمس، إحنا قلنا الأيام، أيام الحج في يوم، التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة، ويوم عرفة اللي هو يوم 9، ويوم النحر اللي هو يوم 10، وبعدين يوم القر اللي هو 11 و12 و13 وسمي قر لأن الحج يستقرون في منى. طيب، يبقى هو ما تمكنش من ان يبيت في منى الليل كله. لو انه قضى معظم الليل تم الواجب، معظم الليل، يعني مثلا، يكون هناك من بعد المغرب لحد العشاء، لحد 11، لحد 12، المهم قضى معظم الليل وبعدين ينصرف بحيث يكون عنده مشمل القابين، تحقق بذلك الواجب ولا دم عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى. لو فاته
لو فاته المبيت بنا يبقى طبعا قد يكون في زحام، مثلا قد يكون في زحام لما تمكن من المبيت بنا في زحام الخيام والزحام الموجود هذا العام ومثله قبل ذلك، لو انه بمحاذاة هذا المكان ايضا حقه صحيح والواجب بتاعه تحقق، ولا دم عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى. نعم ان شاء الله. الرمي له ان يوكل اذا كان في مشقه، اذا كان في مشقه ولا يتمكن من حق ذلك الا بمشقه وحرج. وسوره الحج في 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 هذه السوره الكريمه ختمها الله تعالى بقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، فله ان يوكل من ينوب عنه كما توكل نساؤنا وكما يوكل كبار السن منا وطعنا في السن منا، يوكل اذا كان في مشقه عليه ولا ذنب عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله.